والدي بدوي جمجوم، الشهيد محمد جمجوم، الشهيد أخوهم الأكبر، هم ثلاثة كانوا، الوسط محمد الشهيد محمد جمجوم، ووالدي أصغر منه بعشر سنين، وعمي عبد الله كان أكبر منه بعشر سنين، عشر عشر عشر. وهذه والدتهم. أنا كل اللي كنت أعرفه كنت متعلق برحمة أبي ودائما ملازمه، فعشان هيك عندي معلومات كتيرة كان يعطيني إياها عن الشهيد محمد جمجوم. الشهيد محمد جمجوم وزملائه كانوا مواطنين عاديين، كان عنده رخصة سواقة في هذاك الوقت اللي قليل جدا من الشعب الفلسطيني كان يفكر فيها، لأنه كلهم كانوا على الخيل والدواب والشغلات هذه للزراعة وللنقل ولكل شيء. بدأ حياته من صغره، راح مع أبوه مساعد في التجارة على مصر، فلما راح على مصر في التجارة ورجع من مصر عاش فترة بسيطة ورجع على البلد اللي أحبها وأحب ترابها وأحب أرضها، فكر في رخصة السواقة وأخذ رخصة السواقة في هذاك الوقت. وهذه الصورة الدارجة والمتداولة فيه هذه من رخصة السواقة، لأنه فيش لهم صور، ما كان في صور في هذاك الوقت. كان محمد جمجوم وجه جلدته تميل إلى السواد، فإحنا أهل الخليل إحنا بنحب الألقاب، هذا أبو سمرة، هذا يسمر، هذا يشعر، فهو كان يقول له يا أبو سمرة. فكان هو وجدتي ستي أمه يعني كانوا في عيسى، على مفرع عيسى كان يستنى في مدرعة، والمدرعة هذه كان فيها ابن الياهو أبو شديد اليهودي اللي كان جار صاحب الشاحنة اللي كان يشتغل عليه عمي، كان قاعد في المدرعة. وأول ما وصل عمي وجدتي اللي والدته قال لهم هذا محمد، هذا محمد، هذا هو اللي قتل أبي اللي هو أبو شديد، مع أنه كان هذا الطفل متخبي في الخزانة في الدولاب بقولوها، وما شاف لا أنه اللي قتل ولا أنه اللي ضرب، بس سمع صوت اضرب يا أسمر واذبح يا أسمر. وهم اعتقلوا من منطقة عيسى هون وأخذوه على عكا، وإجوا جابوا طابور من الناس عشان يطولوا الشاهد، هذا الشاهد الملكي اللي بيقول عنه. في واحد بيعرف جاره من بين ألف واحد، من بين عشر تلاف واحد، واحد جاره بشوفه كل يوم، مش لا شافه بلمحة، لمحة 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 وخلص بعديها ما شافوش. فهذا كان عندهم الدليل إنه رحمة عمي الشهيد محمد جمجوم كان في المشاكل وكان في الحوادث اللي سميت بثورة البراق. حكموا على 26 واحد من العرب في الإعدام، خففوا حكم الإعدام عن 26 واحد إلى ثلاثة، اللي هم فؤاد حسن حجازي من صفد، محمد خليل يعقوب جمجوم من الخليل، وعطى أحمد الزير من الخليل. فظلوا محبوسين من شهر 8-9 لسنة لتم تنفيذ حكم الإعدام في 17 حزيران 1930، وقالوا قبل يوم من إعدامهم أعطوا وصيتهم: لا تثقوا بالأجانب، براوغوا ذي الثعالب، لا تبيعوا أرض لليهود ولا شبر منها. وأعطوا وصيتهم للشعب الفلسطيني كاملة من غرفة الإعدام. كان قرارهم أنه يكون الساعة 8 تنفيذ حكم الإعدام في فؤاد حجازي، والساعة 9 عطى الزير، والساعة 10 محمد جمجوم. رحمة عمي محمد جمجوم كان خاطب، ما كان متجوز. عطى الزير كان متزوج له زوجتان وله أطفال. فؤاد حجازي والله ما أعرف إيش وضعه العائلي، قوي إنه في آخر لحظة بده يجي العفو
هذه الثلاثة كانوا سابقوا على الموت. فيش حدا بحب الموت، لكن كانوا سابقوا على الشهادة. ورحمة عمي حطب الجنازير والقيود، وسبق زميله عطازير ونال بالشهادة قبله. قالوا لي بعد 40 يوم من استشهادهم طلعوهم من القبر، العرق تصبب فيهم وريحتهم ريحة المسك، ونقلوهم جثتهم كاملين كاملين مش ناقصين ولا إشي. هاي كيف إلى المقبرة الإسلامية في عكا. قطعة الأرض هذه المشجرة كانت للشهيد محمد جمجوم بعد ما استشهد طبعا، ورسو إخوته التنين رحمة والدي وعمي، فاتصفيت بس لرحمة والدي وولاده يعني.